أهلا وسهلا بكم، نواصل سلسلة دروس التحضيري. غدا في الدرس الخامس عشر، درس خامس عشر. اليوم راح نقارن، يقارن بين صورتين، يقيم علاقة بين صورتين متشابهتين، يشوف الصورة اللي تشبه الأخرى، يسمي بعض أواني المطبخ. هذا لازم اليوم تعرفيه على أواني الموجودة في المطبخ. عندي هنا صحن، عندي هنا كوب، هذا صحن، هذا كوب. إذا راح يقارن لك بين الصورتين، وراح يربط بين الصورة اللي تشبه الأخرى. كما هنا الصحن ها يشبه هذا، راح يدير علاقة، راح يربط بيناتهم. هنا كوب، راح يشوف الرسمة اللي تشبه له وراح يربطك. هنايا كما هنا ملعقة، راح يشوف اللي تشبه لها راح يربط، يقيم علاقة. عندي هنا إناء، راح يربط إناء. عندي هنا إبريق، راح يربط في الإبريق. راح تسميله هذه الأدوات المنزل، المطبخ تاع المطبخ، صحن، كوب، إناء، ملعقة، إبريق. راح نبدأ درسنا تاع اليوم. راح نكتشف حرفين جديدين، هما حرف الفاء وحرف القاف. نكتب تاريخ اليوم الثلاثاء، راح ديري له اكيد نقاط، راح يتابع نقاط. 31 أوت 2021، خط نكتب حرف الفاء، ديري له نقاط ويكتب اللوحه، استعملي له اللوحه وفاء. هاك ديري له خط، هاك خط، هاك دائره هكذا راح يكتبوا فاء. فاء حرف القاف، راح فراشة ديري له ايضا نقاط راح يكتبها، وما تخليش يدي باسي هذا الخط. فراشة، فراشة علميه. حرف القاف، نكتشفوا حرف القاف، فوق نقطتين. حرف الفاء فوق، قردون، راح قردون. اذا فاء قاف، فاء قاف. راح ننطلقوا الى تمارين، راح ترسمي له جدول، ديري له حروف من ألف باء تاء جيم، وتعطيه كلمات يصنفهم في الجدول. مثلا باب، وين خانة طيح فيها؟ هذا حرف الباء، إذا نكتب باب. أسد، وين خانة فيها الألف؟ أسد. توت، أحمد فيها حرف الألف. جمال فيها حرف الجاء، جمال. تمساح، علميه ديري له تمارين. دب، دب في الباء. شجرة، شاء في الجاء، شجرة. مثلا حروف، مثلا ألف ديري في الألف، التاء ديري في التاء، باء ديري في الباء. راح ننطلقوا إلى حساب، نتعرفوا على رقم 12. واحد معاه اثنان هو 12، علمي هكذا. واحد اكتب واحد ومعاه اثنان معناها 12، اكتب واحد معاه اثنان 12. عاود يكتب لك واحد زيد اكتب معاه اثنان سموه 12. واحد اثنان 12، واحد اثنان 12. راح يحسب لك، يحسب واحد اثنان، راح يكتب لك اثنان. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، راح يكتب لك خمسة. واحد اثنان ثلاثة، يحسب ويكتب ثلاثة. كم خش باء؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، يكتب أربعة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، راح يكتب لك واحد معه صفر نسموه عشرة. كان هذا درسنا لهذا اليوم، إلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.